لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك. أولا نتقدم بشكر لقناة الشروق الإخبارية الذي رافقتنا للبقاع المقدسة، نشكرها، ونقدم تحياتي للوالدة أمي العزيزة وأولادي فارس ومحمد الأمين وكافة العائلة كبيرا وصغيرا، ونطمنهم بأننا ما شاء الله في رحمة. أهدي تحياتي إلى كل العائلة، الوالدة، الأخوات والإخوة، الزوجة والأولاد، وإلى الأخ كشبور عبد الحميد، وإلى كل أصدقاء، ونتمنى الخير للبلاد. اللهم أمن بلادنا واحفظها من الفتن. أهدي تحياتي إلى الوالدة الكريمة وإلى أخي وأخواتي وإلى كل الأصدقاء، كما أتمنى للشعب الجزائري عيد سعيد مسبقا، وأتمنى الهناء والسعادة لوطننا الكريم. أهدي تحياتي إلى أولادي وزوجتي وأصحابي بولاية عين دفلة، وراه ربي إن شاء الله يتقبل منا. أغتنم الفرصة باش نبلغ السلام لكل العائلة في الجزائر وفي فرنسا. أبلغ تحياتي لأمي والأولاد أكرم وياسر وجواد ومهدي وكل عائلة، وكل عائلة حواس. أهدي تحياتي إلى الشعب الجزائري وعائلة كزو بالمدنية والجزائر، وأولادي حمزة، نازيم، غزلان، عائشة، وأمي اللي راهي معايا هنا، إن شاء الله تكون كل عام ويا بخير، وربي يحفظها ويسترها إن شاء الله، ونحجوا بخير ونلوا بلادنا إن شاء الله بخير، وربي يحفظ الجزائر إن شاء الله. هذه تحياتي كل العائلة، الأب والأم والزوجة والأولاد، ونشكر الإذاعة الشروق على هذه المبادرة اللي راهي ضيف الحجاج باش يشوفوهم وليهم ويطمئنوا منهم. كنت ننتظر هذه الفرصة من تونس بزمان زمان زمان زمان، دوك واش نقول؟ شكرا لله، شكرا لله، شكرا لله. عندي برك حاجة نقولها، نحب نجي ونولي بلادي ونشوف أمي العزيزة اللي لقيتها بيضاء بزاف. نبلغ السلامي إلى عائلة بوخلوة وبوطاطا في الجزائر العاصمة وبالضبط ببلدية المقارية، وإخواني وأخواتي لهم في الجزائر وخارج الوطن وكل الجيران وحي المقارية. أهنئ حجاج بيت الله الحرام على أداء هذا النسك، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم، وإن شاء الله يرجعوا غانمين إلى بيوتهم إن شاء الله يا ربي. وأهنئ كل الأهل والأصدقاء وكل الأحباب، خاصة يزيد والشيخ إبراهيم تاع البروقية. أتبلغ السلامي وأكد ويدي مزداغ البلدية تغزوز أكد مركلان الولاية توفيرت، وسنين إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، والحجاج إن شاء الله أذين حج مبرور وسعي مشكور والذنب مغفور إن شاء الله. وأتبلغ السلامي وإيما عزيزا الوالدي، وإن شاء الله تحفظ ربي وذيكم لربي وساني سدي الخير ويطول ربي سي العمر سدي الخير إن شاء الله. أكو جميع الأحباب البلدية تغزوت توبيرت أسنين غا كلنا كل عام وأنتم بخير. أقدم تحياتي لأبي وأمي وأخواتي وأخاوي وجميع الأصدقاء والأقارب والجيران، وتحية خالصة لكل الشعب الجزائري، وبارك الله فيكم. نطلب الخير للشعب الجزائري، ونبلغ سلامي لعائلتي وأولادي وأبي وأمي. من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نحن موجودون، نبلغ السلام الحار إلى العائلة، عائلة شلالي وعائلة دريبين وعائلة بوزيان من البويرة وعين بسام، وأخص بالذكر زوجتي الكريمة وأولادي منهم نبيلة، عمرو العربي وأزواجهما، ونتمنى الخير والسلام للبلاد الجزائر. نبلغ السلام لخاوتنا تاع كاديتوس تاع شراربه، وان شاء الله ما نساوكمش بالدعاء،
تحياتنا ليزيد وبوخزة وعمر بيتوتا. ألقي تحياتي إلى الأمة الإسلامية جمعاء من مشرقها إلى مغربها بمناسبة هذا الشهر العظيم وبمناسبة هذه الأيام العظام التي يكون فيها الحجاج مقبلين على عبادة عظيمة وهي عبادة الحج، ونسأل الله عز وجل أن تهنأ هذه الأمة وأن يفرج عنها الهموم والغموم، وألقي تحياتي إلى كل الأمة الإسلامية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك.